السلام عليكم يجري الحديث عن جولة جديدة يبدأها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حاملاً معه دعوة بالعودة إلى المشاورات ومشروع خطة سلام معدلة لحل الأزمة في اليمن أبرز هذه التعديلات بحسب المصادر هي الاحتفاظ بصلاحيات الرئيس هادي حتى إجراء انتخابات رئاسية، وتسليم أسلحة تحالف الانقلاب إلى الألوية العسكرية في حضرموت، وإلغاء كافة التعيينات في المناصب الحكومية والعسكرية منذ اجتياح العاصمة صنعاء معضلة فهم المشكلة اليمنية تبدو خارج سياق الأحداث أو هذا ما تؤكده الوقائع حيث تبدو معركة اليمنيين ماضية خارج سياق الإدراك الدولي إذ يعاني اليمن من جهل العالم المظلومية الحقيقية لأبنائه وأسباب عدم الوصول إلى حلول جذرية ويخشى اليمنيون إعادة إنتاج الكارثة بمقترح تشكيل حكومة توافقية وعدم منطقية سحب السلاح مشاهدينا الكرام نقف على وعد جديد مع مشاورات يبدو التحالف الانقلابي رافضا لها وجانب الشرعية متشككا منها فهل يتجاهل الميدان مساعي المبعوث الأممي أم أن خطة المبعوث قد تنعش مباحثات السلام أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء مساء الخير أستاذ دكتور عبد الباقي مساء النور وسهلا اهلا بك سينضم معنا اخرون عبر الهاتف ايضا دكتور نذهب لمشاهده هذا التقرير قبل ان نبدا حوارنا عامان الا قليلا منذ تدخل التحالف العربي لمنع الحوثيين من اتمام عمليه التهام الدوله تتارجح الحلول سياسيا وعسكريا رغم الانسداد الواضح في افق الحلول الدبلوماسيه يسعى المبعوث الاممي مجددا لفتح باب الامل امام حل فقد الشارع اليمني الايمان به مساع إسماعيل ولد الشيخ أحمد في جولته الإقليمية الجديدة من أجل إحياء عملية السلام بتعديلات جديدة على خطته يبدو أنها تأتي في سياق معركته الدبلوماسية الجديدة للبحث عن أرضية مشتركة هذه المرة عبر شبكة مساعديه ومبعوثيه الذين يسعى من خلالهم لقراءة مواقف الأطراف وما يختبئ تحت الرماد فيما تصر الشرعيه على حوار سياسي وفق معطياتها الميدانيه وما يتناسب مع تطلعات اليمنيين وتضحياتهم واتساقا مع تجربتها السابقه في الحلول المجتزاه من حكومه الوفاق الوطني الى اتفاق السلم والشراكه الاتفاقان اللذان هدمهما التحالف الانقلابي انذاك ومنذ صدور القرار الأممي 2342 الذي يؤكد على الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في اليمن بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة يبدو المشهد السياسي أكثر ضبابية خصوصاً مع استمرار تخندق الأطراف كل في موقعه حيث تطالب الشرعية بحل يعيد الدولة ويجنب اليمنيين مخاطر العودة إلى مربعات العم يصر الانقلابيون على الاحتفاظ بمكاسبهم والتمسك بما اصطلح عليه بتفاهمات مسقط التي منحتهم إياها مبادرة كيري غير أن الواقع سياسيا لا يبدو أكثر أمنا من متارس الحرب فكل الدلائل تشير الى جهل العالم بما يحدث في اليمن وما يعيشه اليمنيون من مظلمه حقيقيه جراء الانقلاب وتداعياته وفيما يذهب متابعون للمشهد اليمني الى اعتبار ذلك احد اسباب ارتباك المشهد بين الحلول السياسيه والعسكريه ناهيك عن تقاطع المصالح الدوليه، ترى اطراف اخرى ان غياب الرؤيه السليمه من قبل التحالف العربي والسعوديه تحديدا يقلل من فرص نجاحها، خصوصا ما تقوم به بعض اطراف التحالف من محاوله عزل هادي عن محيطه والاندفاع خلف اقصاء بعض القوى السياسيه الفاعله. يترقب اليمنيون بحذر ما ستفسر عنه الايام القادمه من جهود للاطراف الدوليه الساعيه للتوصل الى حل سياسي شامل لكنهم يترقبون بحذر اكبر الالتزامات المعلنه بتيسير سبل الحياه عبر المساعدات الانسانيه واعمال الاغاثه التي ملأت اسماعهم ضجيجا ولم يروا طحينا. إذا مشاهدينا الكرام نناقش هذه الحلقة خطة المبعوث الأممي المعدلة هل تنعش مباحثات السلام؟ دكتور بداية ما هي قراءتكم الأولية للظروف المحيطة بمساعي المبعوث الأممي الأخيرة؟ أعتقد أن لا يحمل المبعوث الأممي طروحات جديدة هو يتحرك الآن في المنطقة وفريقه يتحرك للقاء النخب السياسية لتقييم لاستكشاف يعني مواقف النخب من مجهوده ومن مواقف الامم المتحده واعتقد ان كل النتائج كانت صادمه للفريق الذي زار كثير من النخب وايضا نحن قابلناه ل يعني شخصين ماسكين ملفي الجنوب ومدينه تعز وكان اللقاء ايضا عاصف من قبل نخب سياسيه في اسطنبول نعم سنتحدث عن هذا اللقاء لكن اعتقد ان هناك فجوه كبيره، نحن تحدثنا عنها في السابق وقلنا ان كل طروحات ولد الشيخ لا علاقه لها بالمرجعيات، كل على تحركات ولد الشيخ متعلقه باستراتيجيه الدول لترتيب المنطقه وهذا واضح واعتقد ان في بالمصري يقولوا يعني الحريه والديمقراطيه وكذا قالوا ده طقم يعني قولوا كذا مره واحده فهذا يعني عندهم طقم يقول لك المرجعيات الثلاث طقم تقوله بس ما لكش دعوه به يعني انت تقول انه يعني استنادا الى المرجعيات الثلاث والى قرارات هذا بس كذا يعني نطرحه كليشة. وبعدين نحن نشوف حاجه ثانيه هذا كلام يعني نحن نقولناه وكررناه ان مواقف ولد الشيخ الرخوه وتوصيفه الضعيف لما حدث في واحد في سبتمبر وما حدث من اجراءات انتهاكات ومظاهر انقلاب هو الذي حتى جعل الانقلابيين يوجهون النقد اليه لانهم يريدون تحقيق مكاسب، بالتالي كيف يمكن لك ان تذهب الى يعني اي مشروع انتقالي او اي مشروع تسويه واول اهدافه ازاحه الرئيس الشرعي الجسر الامن للعبور نحو الانتقال. اي حديث عن عن تسويات الان عندما يتحدث عن تسويات ما فيش اي مؤشرات التسويه هناك يعني مدينه تعز تحاصر وتقتل يوميا وهناك ايضا يتم اعابه ممثل الامين العام للشؤون الانسانيه دون اي ضيق. ثانيا هناك يعني انتهاكات هناك ما يسمى وقلتها انا في اكثر من مقابله ان ما يحدث من عدم توزيع المرتبات وحصار وحصار المدن وحصار تعز واخذ الاتوات، الاتوات لما تاخذها ايش يحدث؟ ترتفع الاسعار بيع المشتقات النفطيه هذا عمل الجميع يعني ليس فقط تنصل اخلاقي وانساني وسياسي للمواطنين الذين يرزحون تحت يعني حكم الميليشيات، هذا عمل ممنهج، انا قلت باكثر من مره واعيده ايضا للجمهور في اليمن اقول ان ما يحدث لكم من قطع مرتبات ومن رفع الاسعار ومن بيع المشتقات هدفه اقول لشعبنا اليمني. اولا خلق كارثه انسانيه في اليمن حتى يتم الضغط وانتم تقولوا داخل الشارع خلاص خلاص نحب نذهب أي تسوية مهما كان والمجتمع الخارجي يقول أن هناك كارثة إنسانية قادمة وعليكم الذهاب لتسوية اثنين الهدف أيضا خلق طبقة اقتصادية في البلد تهيمن لمرحلة لاحقة بمعنى أن يكون لديهم ميليشيات نخبة سياسية نخبة اقتصادية المبالغ المالية الدولارات التي يأخذها البنك المركزي تم انشاء شركات فيها واستثمارها بهدف تمويل الجماعه على المستوى البعيد تصبح معتمده على الذات وغير معتمده على ايران. يعني نحن امام جماعه الكيان الموازي اللي تم زراعته في البلد من خلال تعيينات بعشرات الالاف في المؤسسه العسكريه والامنيه والاكاديميه، ماذا يعني ذلك؟ يعني نحن عندما نتحدث عن تسويه قلنا لنقول ولد الشيخ بوضوح لا يمكن لك يعني ولا يمكن لنا ايضا ان نقبل مشروعا يقودنا نحو القرون الوسطى مشروع يتاسس على اول عنصر له ان لا شرعيه للحاكم الشرعيه للبطنين وهذا شكل واضح نحن يعني كيف يمكن لنا ان نقف او نتفاوض مع مشروع يدعونا الى اللامواطنه كيف يمكن لنا ان نتحدث عن مشاورات ونحن امام قتل واغتيالات و حصار جماعي للمدن ونهب المال العام وتغيير المناهج الدراسيه دون الالتفات الى البعد الوطني، نحن امام جماعه يعني استنزفت مواردنا، بالتالي الحديث عن ولد الشيخ، ولد الشيخ يتحرك تحرك بقوه في عهد اوباما وكان حتى اخر نفس يتحرك يريد ان يرتب اليمن ترتيب ثنائيات وفشل في هذا الترتيب، نعم. نحن نقول لولد الشيخ اذا اراد. ان حتى يحدث انتقاله عليه اولا ان يعيد التوصيف، نحن لا نقبل اطراف النزاع، اطراف النزاع ليس بين السلطه الشرعيه وبين انقلابيين، نحن قبلنا ووجهنا نقد مش انا كسلطه، انا ك ك ك كشعب يمني كفرد مواطن يمني الى جانب المواطنين وكنا نعبي الجماهير نقول خلاص طالما ان الكلفه الاجتماعيه كلفه الكلفه اللي احنا ندفعها من 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 استمرار في الحرب اغلى نقبل أطراف النزاع، كما قبلوا الشباب في 2011 الحصانة، قالوا طالما أن الحصانة يعني وال وال والاتفاقية المبادرة الخليجية حتخفف الحرب ومش حتقودنا إلى 21 سبتمبر، يعني طالما أنه مش حتقودنا إلى 21 سبتمبر تنازلنا، يعني لما تنازل الشعب اليمني وأعطى الحصانة وتنازل عن دمه وعن جمعة الكرامة وعن كل ذلك انتقلنا الى 21 سبتمبر، والان يريدون ان ينقلونا الى ازمه دوره دم متواصله، هناك انقلاب حدث، هناك انتهاكات، هناك دروع بشريه، هناك جماعه لا تعترف بالجمهوريه، بالتالي اعتقد ان اول معالجه للسلطه الشرعيه هو ان تبدا بالتوصيف، وهي قدمت طلب وانا استغرب على طلبها عندما تتحدث عن طلب بتوصيف الحوثيين كجماعة إرهابية كيف يمكن لك أن تطلب من المجتمع الدولي توصيف الحوثيين كجماعة إرهابية وأنت تتعامل معهم كطرف من أطراف النزاع وتشاور معهم ينبغي أولا أن تصفهم على مستوى الداخل وأن تقطع المشاورات وأن تحدث عملا عسكريا ليتعامل مع الحوثيين كجماعة إرهابية وأنا أقولها بوضوح دكتور يعني هذه النقاط ربما طرحتموها في لقائكم الاخير مساعدين المبعوث الاممي في اسطنبول في زيارتهم يعني مضامين اللقاء الذي تحدثتم عنها هل هل شعرتم انكم استطعتم ان توصلوا الرساله كما يجب للامم المتحده؟ طبعا كما الفريق هو الفريق المساعد لولد الشيخ وبالتالي هو اراد ان يقص النبض يكون افكار نحن حاولنا نوصل له يعني هو هم يدركون ذلك يعني ولد الشيخ يدرك ذلك لانه يدرك أن ما يقوم به وإحنا بلغنا الفريق أنا شخصياً بلغت الفريق أن ما يقوم به ولد الشيخ لا علاقة له بالمرجعية الثلاث. ان الحديث عن قضيه جنوبيه وعن يعني ما يسمى تسويه تقوم على الثنائيات شمال جنوب هذا لا يخدم اليمن لانه انا, أنا شخصيا كنت مستشارا للالسكوا في الامم المتحده في بيروت ومستشار وحده التنميه واشتغلت على العداله الانتقاليه وحضرنا ندوات وتجارب مع جنوب افريقيا وامريكا اللاتينيه ثم حضرنا في الربيع العربي وكان اول درس تعلمناه من هذا اللقاء في بيروت في الالسكوا في منظمه الامم المتحده انه لا يمكن لك ان تحدث انتقال بعد احتراب الا بمصالحه مع الذاكره الوطنيه والتجارب واضحه. كيف لولد الشيخ ان يسقط حقوق الانسان والانقلاب ثم يتحدث لنا عن تسويه مع جماعه انقلبت؟ هذا سيشجعها على الاستمرار وهذا ما يفسر التعنت، ما يفسر الرفض، ما يفسر عدم احترام ممثل الامين العام، حصار تعز دون النظر، رفض لقاء رئيس لجنه الخبراء وساعطي دليل يثبت أن ولد الشيخ يتحرك خارج المرجعيات تقرير لجنة الخبراء الأخير انتقل من لجنة خبراء إلى... يعني من خبير في العقوبات إلى خبير في... آه في السياسة يتحدث أنه لا يمكن للطرفين ان يعني يحسم يعني العمليه العسكريه يعني انه يقول لك توقف عن الحرب واذهب للسلام نحن نتحدث عن لجنه عقوبات ثم تاتي ليحدثك يقول لك تنظيم الارهاب نحن نقول للسلطه الشرعيه ونقول لولد الشيخ انه اذا اراد مع هذه التحولات في الولايات المتحده الامريكيه الان نحو توجه علينا ان نستثمر ان نستثمر التحول الامريكي في توصيف الحوثيين وان هناك خطوات لا اقول لازاحه ايران انما الى تحديد دورها حدثني دكتور عن يعني مدى تفاعل المساعدين المبعوث الاممي بعد لقائكم به ولكن بعد ان ينضم الينا عبر الهاتف اللواء محسن خسروف رئيس دائره التوجيه المعنوي من مارب مساء الخير سياده اللواء مساء النور استاذ مرحبا أهلا بك معنا سيادة اللواء، يعني هناك مباحثات تأتي في المشهد ربما قريبا في ظل تغيرات المشهد الميداني، هل ستكون مختلفة هذه المرة برأيك؟ أنا يعني لا أثق في مصداقية الكلاويين، ولا أظن أنهم طلاب سلام، وهذه القناعة نستمدها من ما حصلت على ارض الواقع في تجارب الحكومه والدوله الشرعيه في مفاوضه السلام في جنيف في بيل في الكويت ومن تجاربنا معهم في الميدان لا. تجارب اطلاق النار التي كانوا يعني يخرقونها من الدقائق الاولى ويسعون بتضحيات كبيره من المغرر بهم وخاصه الاطفال من اجل احداث اختراق او تحقيق مكاسب على الارض هم في حاله ضعف وانهيار شديدين ينهزمون في كل جبهات القتال من المخا والمندب حتى صعده ينهزمون ومن مأرب حتى المنطقه الشمال الغربيه في حرب وميدي ينهزمون وفي وفي كل الجبهات اليوم الجيش الوطني يحقق انتصارات مذهله في في فرضه مهن. انتزع منهم جبال متعدده يعني في منطقه نهم بالكامل تجاوز الجبل الدوه بالكامل وتمت السيطره على جبل حنه والشعف والصافح الابيض والتبه الحمراء وما تبقى كما قلنا من دوه ثم العياني وعلى مسافه ثلاثه الى ثلاثة كيلو متر ونص من مديريه ارحب كل هذه التحركات كما تعرفين حضرتك والبروفيسور العزيز ضيفك الكريم لا يتحركون الا في حاله ما يكون الانقلابيون منهارين والجيش الوطني يحقق انتصارات على الميدان وهذا ما يحصل اليوم ومع ذلك يعني نحن نعرف ولدينا توجيهات ان السلام هو الخيار رقم واحد بالنسبه للدوله الشرعيه وان القتال هو الخيار رقم اثنين في حاله ان افشل الانقلابيون كل محاولات السلام هذا مجري نحن نقاتل في الميدان وجنودنا ينتصرون بقوة وبمعنويات عالية ونلاحظ نعم هذه الانتصارات سيادة اللواء نعم هذه الانتصارات في حال ما حدث أو عادت المشاورات من جديد هل ستؤثر في غلبة كفة الحكومة هذه المرة على طاولة المفاوضات وما مدى هذا التأثير المفروض هكذا يعني كل ما كان يسعى إليها الانقلابيون أن يحققوا انتصارات على الميدان ليستخدموا في الميدان ليستخدموها ورقة أو مساومة في في المفاوضات يعني كانوا يريدون أن يكون في موقع في موقع المتفوق أو صاحب الكرت الرابع طبعا لكن الجيش الوطني والمقاومة لم تمكن يمكنهم من من هذا نحن الآن لدينا قناعة بأن الجيش الوطني والدولة الشرعية هي التي في في مركز القوة وهي التي تملي الشروط وليس العكس ومع كل هذا يعني ليس هناك أي رغبة في إعاقة السلف بالنسبة للدولة الشرعية والعكس والصحيح بالنسبة للانقلابيين وسنرى لكن بالتاكيد لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون هذه الرغبة على حساب انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الميدان يعني ما يحلم به الانقلابيون من اجهاض هذه الانتصارات وتحويلها لصالحهم احلام يقظة لن تتحقق في ارض الواقع. نعم افهم من حديثك سياده اللواء ان في حال ما عادت المشاورات وطلب او اعلنت هدنه كما نعرف رغم يعني حديثك عن ان الهدنه دائما هم اول من يخترقوها في دقائقها الاولى، هل ستتوقف يعني الحركه في الميدان؟ هل يعني ستمتثلون لامر الهدنه؟ طبعا نحن مؤسسه عسكريه وطنيه نظام يعني محترفه ملتزمه القياده الشرعيه الدورة ما تامر ما تامرنا به القياده السياسيه الشرعيه المصطله الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه ورئيس هيئه الاركان العامه والحكومه ما تامر به هذه القياده نحن ننفذه بدون تردد ولا نناقش على الاطلاق لكن ولكن احنا لدينا قناعه ان قيادتنا السياسيه والعسكريه لن تخذلنا في الميدان لن تخذل جنودنا في الميدان باكاذيب الحوثيين هذا ما نظنه اما الطاعه فنحن لسنا ميليشيات بحيث نتمرد ما تامر به القياده السياسيه والعسكريه هو محل تنفيذ بدون تردد بالنسبه لنا نعم اذا شكرا جزيلا لك سياده الإمام محسن الخصروف. رئيس دائره التوجيه المعنوي كنت معنا عبر الهاتف من مأرب عودة اليك دكتور عبد الباقي أه تود التعليق على حديث سياده اللواء نعم لاحظت ذلك أنا صبر. اتفق معه تماما ان يعني اتفق معه يعني حد التطابق ليس من موقف, موقف ان لا مصداقية للإنقلابيين مشروع السلام يعني غير موجود في أبجديته أبجد نهائيا لكن إذا كنا نحن متفقين على ذلك وهو فقط قال أنه الخيار الخيار السلامي يعني الأول بعد أنا أعتقد أن مسألة أعقد نحن الآن أنا أولا أقول أن هناك قصور مخيف ربما يجرنا الى تسويه الدشيخ وهذا المؤلم يعني ربما يعني تدني اداره السلطه الشرعيه على هذه الشاكله ستقودنا حتما واكيد نحو تسويه بعيدا عن المرجعيات. اقول لماذا وزير حقوق الانسان انسحب السابق يعني انسحب من وظيفته قبيل اعداد الملفات واحاله المخلوع صالح او حتى جزء كبير منه الى المحاكم الدوليه وهو رجل محترف ولديه خبره ولديه علاقات. لماذا حتى الان وزاره حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المخلوع صالح يهدد بقتل ابناء تعز ويهدد بالقناصين ويهدد بشكل واضح ويدعو إلى قتل ثم دعا إلى قتل المواطنين من بيت لبيت أين منظمات المجتمع المدني وأين ملفات حقوق الإنسان هذا عنصر اثنين موضوع تسليم المرتبات أقولها لوزارة حقوق الإنسان وللمعنيين من لا علاقة له فقط في الجانب الاقتصادي والدولة والشرعية له علاقة بالحصار الجماعي والعقاب الجماعي لتحقيق مكاسب سياسيه وهذا يتنافى يرتكب يرتقي الى جريمه حرب ضد الانسانيه وبالتالي الملف الذي يقدم ليس ملفا اقتصاديا وانهم لم يدفعوا المال الى البنك المركزي، علينا ان نعد ملفا حقوقيا لهذا العقاب الجماعي. اين وزير الاعلام الذي لا يستطيع ان يؤثر على رئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي بحيث يكون له حضور متواتر. وبشكل دائم بما لا يترك فراغ للمخلوع أن يعود يمارس دور الرئيس بالتالي كيف تديرون هذه المعركة وأنتم لديكم قصور أنا أتكلم كمواطن يمني أشعر بالغضب الشديد من هؤلاء الذين يديرون معركة بتدني نقول على الرئيس الجمهورية عن طريق وزارة الإعلام أن يكون حاضر في ومواكبا للأحداث ومخاطبا الجماهير أين الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ليكشف لنا كثير من, من 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 القضايا أين الناطق الرسمي للحكومة الغائب هذا كله ليترك مجال للمخلوع صالح يعود مخاطبا الجماهير كرئيس للجمهورية ويمارس مهام رئيس الجمهورية أين وزير الداخليه والامن القومي لي ليلعب دورا في املاء الفراغ اليومي اين هذه اوراق كان يجب على الحكومه يعني هذه ليس أن اوراق هذه كوارث هذه كوارث اذا لم يجير المعركه كما يقول الان لدينا خيارين اثنين يا يعني نذهب للسلام العسكري هذه ليست معركه السلام نحن انا لا اقولها من 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 تمترس ولا اقولها من موقف سياسي اقولها من دربه ومن خبرة ومن معرفة بالإنقلابيين وبمشاريعهم وبتتبعهم وكنت أحد الذين يدافعون عن الحوثيين منذ الحرب الأولى وك وكنا نتهم بأننا بأكثر من تهمة أننا نقف إلى جانب ولكن نحن متبنيين قضيتهم كمقصيين الآن نقول أن هذا المشروع ليس إقصائيا هذا مشروع لاستعابة السلطة وثورة مضادة كيف تدور هذه المعركة أنا أعتقد أنا أنبه ولا أقولها بشكل عاطفي من خلال لقاءاتي بهذا الوفد ومن خلال طروحات ولد الشيخ له الحق أن يطرح ذلك لأن نحن نبهنا السلطة منذ 2000 وقلنا على المناطق الآمنة وقلنا كيف يمكن ندعم الجماهير للاستمرار للمقاومة كيف أطلب من جمهور لا يأكل الخبز ويعيش مجاعة وأقول له انتظر حتى كيف يمكن لي أن أدفع مواطن في المناطق تحت الرازحة تحت حكم الإنقلابيين بأن النموذج في عدن جيد وبالتالي سينتقل لك وأنت لا تستطيع أن تزور عدن وغير قادر على توفير الأمن بالتالي على رئيس الجمهورية وعلى جهازه الإعلامي وعلى جهازه الإداري ألا يترك فراغا لعودة المخلوع ليمارس دور رئيس الجمهورية ويسمعنا خطابات تدعونا إلى القتل وتدعو إلى قتل ابن تعز وأين منظمات حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان الحالية لترفع ملفات وتو وتو يعني تؤرشف هذا وتوثقه للمطالبة بأن هذه جريمة ضد الإنسانية هذا يدعو إلى تدمير الشعب اليمني هو وعد بذلك وإذا النفذ هذه كلها عندما ندير معركة أين الراديو هل لا يوجد في عندما تريد أن تقوم أن تقود معركة مع ونحن ندرك وخسروف يدرك ورئيس الجمهورية يدرك أن لا خيار سلام أمام الحوثيين لماذا تتركون المرتبات متأخرة لماذا لم تدخل تقو... لم تسلم إلى مرتب شهر 12 لا أقصد يعني لأقصد نحن نعلم أن المعركة العسكرية هناك تضاريس صعبة وهناك عشرات الألغاف من الأغرام وهناك ضغوط دولية والمجتمع الدولي له أجندة أنت لما تدير كيف أطلب من أبناء تعز الاستمرار والقتال وهم محاصرون وهم يقتلون وهناك انفلات أمني كيف أترك مدينة تعز ونحن لدينا حلب والموصل كنماذج لا. والمخلوع صالح يهدد إنه سيعيدها ستكون تعز حلب وكيف أترك لا أمارس الضغط وممارسه السلطه بشده حتى لا لا تتحول الجماعات العسكريه الى جماعات خارج سلطه الدوله نستكمل حديثنا دكتور عبد الباقي بعد هذا الفاصل ونعود اليكم مشاهدينا الكرام اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام مرحبا بك مره اخرى دكتور عبد الباقي دكتور يعني نتحدث عن يعني ضعف حكومي في هذه الفتره التي ربما كان يفترض ان يستغل لاثبات وجود الدوله اكثر ولحضورها بالنسبه للمواطن وبالنسبه ايضا للمجتمع الدولي الآن بالنسبة يعني لو عادت المشاورات وهناك جهود حسيسة لإعادة المشاورات وإنعاشها من جديد يبدو أن الحكومة سترتكز فقط على الانتصار العسكري الذي تم تحقيقه ما رأيك؟ دعني أقول أول نحن حتى يفهم الجمهور أن المخلوع صالح الحوثيين ليس بالأقوياء المخلوع صالح استخدم لأنه 30 سنة عنده منظومة تعمل ما زال مسيطر بس نحن عندما ندير معركة لاستعاده علينا ان ندرك ان هناك منظومه كيف يمكن لنا ان نخلق مؤسسات مؤسسات وليس منظومه مؤسسه قادره على خلق تراكم للدوله بديله وتلعب دور ايجابي وبهنا هو ما زال يستثمر هذا ولم نترك له فرع بالنسبه ل آه للمشاورات ول انا كما اخبرتك ان هناك توجه قوي للغايه للذهاب نحو مشاورات، وإذا ذهبت السلطة للمشاورات فإنها استخسر الكثير، لأن كما كما قلت أنت الآن تدير معركة يعني يعني أنا الآن لا أشعر لا أشعر أنا كشخص متابع مش عارف فين الدولة. يعني لا أجد أمامي حكومة إلا في اجتماع فلاشات، نحن قلنا أن تثبيت الدولة بعد الانقلاب وعندما كانت الدولة في الرياض ثم عبت الجغرافية، كيف لي أن أرسخ الدولة كمشاهدة وكفكرة وكممارسة بمعنى رئيس الجمهورية في خطاب حاضر حكومة تتحدث وتتحول إلى أفعال جغرافية يتم إدارتها بالتالي هنا نحن نستطيع الآن حتى لو حققوا انتصارات في الشمال الغربي وحققوا هم تركوا الثغرة الثانية مش أنا قبل شوي تحدثت عن تدهور الأحوال المعيشية اقرأي كل خطابات ولد الشيخ واقرأي ابن عمر وارجعي إلى لقيت الخبراء، وقرارات مجلس الأمن، كلها تفرد مساحة إلى قضيتين، تدهور الأحوال المعيشية والقاعدة. طيب أنت الآن تدهور الأحوال المعيشية لم تتصرف في التخفيف عن المواطنين، قلنا الحوثيين لن يدفعوا المال لأنهم يعني سرقوا. أنت المسؤول لدفع المرتبات بغض النظر أنهم سيستثمرون ذلك، أنت المسؤول عن ذلك، لكن أين ملف ما يسمى الحصار الجماعي؟ اثنين حكاية القاعدة حتى لو تقدموا بالساحل الغربي بهذا الشكل وأنهم هم غير قادرين على حماية الجغرافيا لأن هناك المخلوع صالح عنده خلايا نائمة، عنده حرس جمهوري يقوم بدور القاعدة، لديه القاعدة الأصل تقوم بعمليات، طيب لابد أن كان يعني لابد أن تثبت للعالم أنك تستعيد الجغرافيا تملى الفراغ الأمني لا تحدث لماذا كل عملية القاعدة في المناطق اللي مع السلطة لا لا توجد في في المناطق التي مع الانقلاب ولا ولا عملية قاعدة لأن عملية واضحة زي داعش والقاعدة في في, في سوريا و, و, و والعراق بالتالي إمل الفراغ الأمني وبعدين يجي يقول لك نحن نرحب نرحب بكل المنظمات الدولية والسفارات العدن مش قادر يحمي نفسه أول إثبت لنا ونظم الجيش الحين نحن مع حزام امني ولا مع قوات مسلحه ولا مع مدير الامن ولا مع المحافظه قلنا من البدايه يعني لما يحدث ارتباك في الدوله ينبغي ان تضم المقاومه وترتب عسكريا ويكون عندنا قاعده عامه للقوات المسلحه انا لا اؤمن بحزام امني وبنطلون مش عارف مين احنا عندنا حزام امني ما فيش حاجه حزام الحزام تبع تبع الامن تبع تبع محافظ يدار من 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 وزير الداخليه يقوم بمهام صحيح انه ممكن يكون اختياره حتى من الامارات يمكن يكون اختياره بدقه بفحوصات لكن عمليا يكون لديه قيادات ليس فوق وطنيه ولا قبل وطنيه، بمعنى لا تتلقي اوامرها من الخارج ولا من جماعات الحراك ولا من جماعات قبل تتلقى اوامرها من القائد العام للقوات المسلحه ومجلس الداخليه. لذلك عدن التي كانت عاصمه، كيف لي ان ان تنطلق الان؟ ده انا اتكلم بوضوح ولا احبط الجماهير، نقول لسلطتنا يعني انتم تدفعوا المو... الحوثيين لعبوها صح. يعني هو يحدث ازمه اقتصاديه، يمنع مرتبات، يخلق حالة يعني ما يسمى جوع جماعي، الناس في الداخل يقولوا خلاص اذا الدكتور عند هذه النقاط ساعود اليك، انت طرقت موضوع مهم ربما هو دور وزارة الإعلام في كل ما يحدث. ينضم إلينا الآن دكتور فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخيرات عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الأخوة المشاهدين جميعا. اهلا بك معنا دكتور دكتور يعني تحدث ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان عن مجموعه من التدابير التي كان يفترض ان تكون او تقوم بها وزاره الاعلام مثلا حضور رئيس الجمهوريه على الاعلام ومواكبته للاحداث للاحداث ويعني شعور الناس بوجوده دائما عبر خطابات وعبر وجوده في الاعلام لا يوجد ناطق رسمي لرئاسه الجمهوريه وكثير من النقاط التي ربما هي تحت مهام وزاره الاعلام، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا دعيني اعيد التذكير بما نقوله دائما من ان الحكومه عمرها الطبيعي فعلا من عام 2017 بدانا نلمس حكومه حقيقيه على الارض ودور حقيقي ووزاره الاعلام هي أداة للحكومة وليست يعني بمنأى عن خطة الدولة أو خطة الحكومة المتكاملة بالنسبة طبعا هناك ناطق رسمي باسم الحكومة ولا يوجد ولا يعني ليس هناك مبرر بان يكون هناك ناطق رئاسه الجمهوريه وناطق رئاسه الوزراء فالحكومة الحكومه عملها منتظم يعني منظومه واحده سواء الرئاسه او رئاسه الوزراء لانه الحكومه هي اداه رئيس الجمهوريه في التعامل مع المواطنين تنفيذ الخطط والبرامج طبعا الاخ وزير الاعلام عاد اليوم من مأرب و انجز خطوات ايجابيه ستر ستنعكس على اداء الاعلام في القريب العاجل ان شاء الله وستلمسون اشياء جديده ومهمه في اداء المؤسسات الاعلاميه سواء المسموعه او المرئيه او المقروءه نعم لكن هذه هذه الامور دكتور فيصل إحنا بدانا بدانا يعني كما تعرفون الحوثي ضمن سيطرته على كل مؤسسات الدوله كان سيطرته على الاعلام والاعلام هو وسائل وإمكانات يعني المقويات المرسلات حق الإذاعه الاستديوهات الكاميرات كانت أمورنا كلها نعم نعم يعني دكتور فيصل كان أتفق معك في هذه النقاط جميعا بأدوات حقيقيه نعم أتفق معك في هذه النقاط جميعا هناك مصادره حقيقيه من قبل جماعة الحوثي لكل وسائل الإعلام ولكن طالما وجدت قناه رسميه للحكومه ووجدت يعني موقع رسمي وكالة ووجدت يعني آه الاذاعه التي ربما يعني آه تبث آه عبر مناطق محدوده ووجد يعني وزير اعلام وجد ناطق للحكومه وجد يعني هذه الامور ربما يعني لا تحتاج الى هذه الترتيبات المهوله ولا تحتاج الى يعني آه أن, ان تكون عمر الحكومه طويلا او قصيرا يعني هذه ابجديه ربما كان يفترض بها ان ان تكون النقاط التي طرحناها ربما دكتور يعني آه لا يعني آه ليست آه بيد الحوثي آه أنه يختطف أن يظهر رئيس الجمهورية بين فترة واخرى ليرتبط صلته بالناس أكثر أن يحدثهم أن يطمئنهم أن يكون هناك ناطق رسمي لرئاسة الجمهورية تتحدث ربما أو تكون صلة للعالم أو لمواد الإعلام حتى على مستوى ناطق الحكومة يعني لا نستطيع التواصل في كثير من الأحيان أو الظهور معنا في كثير من النقاط على مستوى الوزراء، على مستوى ال... يعني كثير من النقاط لا نجد الاعلام فيها بوضوح، وهي لا تحتاج الى تكاليف والى ميزانيات والى ترتيب خارق في نهايه الامر. طبعا بالنسبه لوكاله سبل الانباء الان تم تدشين يعني او تعزيز الموقع بعدد من اللغات يعني يضيف الى اللغه العربيه اللغه الانجليزيه والفرنسيه لكي نسمع صوتنا للعالم جميل. أيضا توسع في القصد في المادة المنشورة سواء من خلال شبكة المراسلين في الداخل تفعيلها وإلى آخره الآن أيضا تعزيز يعني إذاعة مأرب تم تقوية بثها حتى تغطي الى حدود يعني بحيث تكون مسموعه في صنعاء ويعني هناك حقيقه خطوات ستلمسون اثرها قريبا يعني خلال الايام القادمه سترون خطوات او اداء اعلامي مختلف الى حد م. ما. طبعا بالنسبه لرئاسه الجمهوريه يظهر علينا الدكتور عبد الله العليمي بين الفينت والاخرى اذا يقتضى الامر ظهور ناطق من الرئاسه او شيء من هذا القبيل لكن تقديراتي لا يعني لا لا افتي في تقديرات الاخ الرئيس نحن لا نستطيع كوزاره الاعلام ان نفرض على الاخ الرئيس الاخ الرئيس يقول انا تحت امركم في اي وقت وطبعا في كل مناسبة خطابات الأخ الرئيس الموجهة للناس تبث ويعاد بثها الآن مثلا خطابه الأخير في قمة الدول المطلة على المحيط الهادي أيضا تم بثه وخطابة الأخ الرئيس تحمل رسالة إلى الداخل وإلى الخارج ونحن نهتم بهذا الشيء بوضوح نعم نحن لا نسالك دكتور فيصل وانما نضع يعني ربما نقاط نود ان نعرف يعني جميل الخطوات التي حدثتني عنها ونامل ان تكون على ارض الواقع يعني واقعا مشاهدا طب دكتور فيصل يعني ما رايكم ب يعني الجهود المبذوله الان من قبل مبعوث الامم المتحده هل ستستطيع انعاش مباحثات السلام من جديد برايك والله انا استشهد بقول الشاعر امرتهم امري أرج اللواء فلم يستبين الرشد الا ضحى الغدي لو كان الانقلابيون يريدون سلاما لكانوا من جنيف الحكومه ماده يدها للسلام ومتفاعله مع كل الدعوات الدوليه او الجهد الاممي او الجهود الاقليميه لكن طبعا السلام اللي هو خيار الشجعان السلام الذي يحقق الاستقرار في اليمن ولا يعني يبذر الفتنه للمستقبل اليوم كان ابن الشيخ والد الشيخ هنا في الرياض والتقى بوزير الخارجيه السعودي وامين عام مجلس التعاون الخليجي وكلا الاثنين اكدا على خيار الحكومه الشرعيه في انه نحن مع الشرعيه اليمنيه بأن يكون هناك سلام قائم على المرجعية طالما والمرجعية المقررة من قبل يعني المطروحة من قبل الحكومة الشرعية هي محور جهد الأمم المتحدة الكل يدعم ويرحب لكن نحن نتحدث عن طرف أو طرفي الانقلاب لا عهد لهم ولا ميثاق نعم. لا ندري هل سيستجيبون أم لا نعم اذا دكتور يعني هل لديك اطلاع على صيغه الخطه المعدله التي قيل بان ولد الشيخ قدمها؟ والله لا نحن يعني حتى الان هي تكهنات وتكهنات واعلاميه يعني ليست هناك حقائق لا صرح المبعوث الدولي ولا احد من الامم المتحده ولا اي جهه رسميه يمكن ان نبني عليها راي بان هذه هي الخطه. نحن عرفنا حتى في الاجتماع الرباعي الاخير انه التاكيد على المرجعيات التي هي يعني مبادره المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحده. لا. ما فيش يعني ذهاب الى ابعد من ذلك. لا. إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عودة إليك دكتور عبد الباقي تود أن تعلق على الدكتور فيصل هو لو تلاحظي أن الاثنين يعني الضيفين تحدثا عن لا سلام مع لا سلام ولكن البكرة. الذي يفعله لا علاقة له بهذا الموقف يعني بعد عامين الآن ما زال سيصدرون بالإنجليزية والفرنسية بالوكالة اذاعه مأرب لا تخرج حتى تخوم مأرب قالوا يعني كلام. الان قلبي انها ستصل الى اين ستصل هذا كلام نحن لنا عامين والشعب على ابواب الكوارث وهم يدركون تماما انا اقولها يعني اقول اذا هم بيستمروا بهذا الشكل يعني حتما سنذهب الى ما يطرحه ولد الشيخ لكن الدكتور يعني حتى أنا لا نقول خ... نحن نعم لا آآ نخرج آآ نحن نتحدث هذا مستقبل شعب نعم. لا نغطي بطبيعة ولا أعطي الحال نعم، ونحن ندافع عن ولا أعطي, ولا على ولا ولا أعطي عن خطاب ولا أعطي. صدقت ولا هذه الجزئية. ولا فهي ولا أتحدث كخطاب، أنا إنسان يمني وأعاني وأدرك ولست موظفاً رسمياً، أنا أقول هذا ما قاله خطاباً. أنت تتحدث وتقول لي ستتحل يعني وكالة الأنباء الآن نحن بحاجة بعد عامين هذا المفروض كنا تلافي طالما أوكي بعد عامين تمام. نحن الآن هل نشتغل بخطة استراتيجية كاملة؟ الغرب يتحرك الان في اطار الذهب نحو تسويه والحوثيين يتحركون والمخلوع يتحرك والمش من العيب جدا يريدون تسويه المخلوع والحوثي يتحركون امن والى اخره وبقائه طيب يا جماعه نحن نقول يعني ما نطرحه ليس سحرا في المتناول العمل عبر يعني قلنا الاستراتيجيه هي جماعيه يعني ولد الشيخ انت قلت الان يطرح افكار لن يخرج عن افكاره المطروحه لن يخرج عن ذلك يعني هو لديه مسار سيمشي عليه ولن يخرج عنه بالتالي نحن نعرف حق التوجه هو حتى زيارته الأخيرة يريدون يستشفون مواقفنا من الأمم المتحدة وكانت صادمة لهم خاصة طبعا نحن الذين يعني أنت مع الشرعية ونصف القلاب الانقلاب نقول للسلطة الشرعية طالما لدينا إدراك الجميع أن لا سلام مع هؤلاء، ولن نقبل بأن نعود إلى ما قبل الجمهورية، بالتالي دور المعركة صح، لا تعذبوا الناس، لا نحن عامين عامين المعركة تحتاج ستة أشهر، عامين نحن في هذه الفراغات، وزير الإعلام ما زال بعد عامين يذهب إلى مأرب ليعمل إذاعة، ثم بعد عامين وكالة الأنباء باللغة العربية والإنجليزية، بعد عامين نحن بحاجة إلى تقارير اللغة الإنجليزية، أين من يتابع ربما الدكتور يعني من الضغط الذي حدث يعني اي ضغط نحن تحدثنا اكثر من مره عن هذه النقاط السلبيه وهناك استجابه هذا شيء أي ايجابي نسبيا يعني أي هل 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 الافضل است... ان يستمروا على ما هم عليه؟ لا الاست... يعني ال... الان أن... إن... ان لم يفعلوا هاجمناهم وان فعلوا هاجمناهم انهم تاخروا لا لا تدافعي عنهم لا نحن ليس الدفاع دكتور ولكن 25, يعني 25 منطقي منطقي. مليون يمني هناك يعانون ينتظروا منهم مواقف هم الان هم لا يختلفون على العسكر هم في مرحله استثنائيه لقياده بلد بقايا بلد قلنا لهم بمليون مره هذه معركه استراتيجيه كامله يعني لدينا ثنائيات سنه يعني شمال جنوب لدينا ثنائيات سنه شيعه خلقها الحوثيين ما فيش عندنا ما هو جامع وطني ذاكره وطنيه تلتقي حول 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 شعار هناك علم علم الجمهوريه انداس قلنا يمّ... وهناك بعض المناطق ترفع علم اقليمي، قلنا ينبغي ان نوحد ذاكره وطنيه لمواجهه، نحن قلنا خيار عسكري وانهم ليس خيار سلام، وان ابن الشيخ هذا يعني هو معه مشروع خراب، طيب اوكي كيف نواجهه؟ نواجهه بالتماسك، بتكون عدن مدينه لكل اليمنيين، بان نكون عدن مدينه نموذج لاستقطاب الاخرين يقول نريد نحن السلطه تعود تاتي الينا. عدن تكون مؤمنه من الفراغات الامنيه، يكون لدينا جهاز اعلامي يوصل رسالتنا باليمني يغذي اليمنيين بالخطاب الوطني والى الخارج باللغه الانجليزيه والفرنسيه واللاتينيه ووزاره حقوق الانسان لديها تقارير يعني ذات حرفيه عاليه المشكله دكتور انهم ان فعلوا ذلك قلنا بعد عامين اتيتم لتفعلوا ذلك اوكي أحنا لا لا هو اصلا بعد عامين يستحقون عليه القلب، لكن نحن <applause> نقول الان يعني هذه عندما تدير معركه بهذا الشكل يعني لماذا ولد الشيخ ولا تغير ولماذا الحوثيين تعنتون لأنهم ينظرون نحن لا نؤثر فيهم لا تركنا المخلوع صالح يخطب يدعو للقتل لماذا لا نتابعه لماذا لماذا يتحركون الوفد الحوثي والانقلابيين في الخارج بكل أريحية ليس هناك ضغطا معنويا ولا متابعة ولا كشف الأموال لسرقة الصحفي الذي كشف الشركات ودفع حياته ثمنا لذلك الكشف من الأموال لماذا لا يوجد صحفي آخر يكمل ما بدا به العبسي ويكشف بقية الأوراق أين ذهبت أموالنا وأين الشركات لماذا لا يتم العمل يعني دعم الصحفي للاستخسائيين دكتور يعني انتهى الوقت المخرج لي بذلك شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي جمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء كنت معنا في هذه الليلة الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل كونوا برعاية الله وأمنه